السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ انا صحيحه. اليوم جيت نشارك معكم غديوه ديال الصيف وفيديو جديد ان شاء الله. هانتوما تبعوا معايا المقادير. جبت لكم واحد المعقوده جديده ما تحل معكم، واخا تكون اول مره كدير معقوده بواحد الطريقه زوينه وجديده. هانتوما تبعوا معايا المقادير، غنشارك معكم معقوده ونشارك معكم الكفته ديال السردين في الفرن على طريقه البنه ديال اللحم. وهانتوما تبعوا معايا المقادير من الاول حتى الاخر. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال المعقوده وديال الحوت. ورفيت هدايا معكم من الحوت، كنت غنشارك معكم على المعقوده، كنت غنشارك معكم هدايا كله ان شاء الله. هانتوما البطاطا كلشي كيعرف كيفاش يقطعها ويصل، كندير لها شويه مليحه وكنسلقوها صافي. كنرفسوها بحال هكا اما بالشوكه واما بحال هكا تكون بقى سخونه. هانتوما تبعوا معايا المقادير. اول مره اللي كدير معقوده وما كتجيش وما كتشربش الزيت وكتجي بواحد الطريقه زوينه. هانتوما رفسوها على هذا الشكل، هذا تكون باقا سخونه. البطاطا كدير على حسب الكميه ديال العائله اللي عندك، ماشي مشكل كيلو ولا نص كيلو، انت كتحكمي على حسب القياس اللي بغيتي. ها هكا خاصها تفس مزيان. هذا ديال البلاستيك كيسخن، اما هكا اما تكملي بالشوكه اما باي حاجه. مهم هاكا ترفس مزيان. انا غنكمل واقيلا بالشوكه، شفت هذا كيسخن كيبقى يترخى كيبقى يخرج. شوف هادشي كيبقى يخرج، كمل بالشوكه. غير بالفرشاة بحال هكا وكتمعسوها مزيان صافي. محطه سخونه باش كترفس طاريه غير بالشوكه الفرشاة طاريه كتمعسها. غنزيدو عليها هذيك ثلاثة الحبات ديال الفرماجات، أربعة كيبقى اختيار ديالك. بغيتي تزيدها تزيدها، بغيتي تضيفها ما ديرش هاد الفرماج، كتكفى غير بطاطا بحال هكا. نوريكم التوابل اللي غندير لها إن شاء الله. هكا خاصها تنفس مزيان، ميبقاش في هاديك كتبقى بعض المرات فيها الطريفة تغلظ بحال هكا. ها صافي بحال الشكل هذا. تاكدوا من ما بقاش في هذيك الطريفات كلها تخلطت ولا تلفست مزيان. غنديروا شويه ديال الربع، ها هو الربع. انا درت هنا الربع مع نص قزبر ودرت واحد مزيوده مطحونه في الربع على هذا الشكل. الحر كيبقى حسب الاختيار. كنديروا شويه ديال الثومه، جوج دريسات بحال هكا، ينسنا شويه ديال الثومه. غنديروا العطريه، السمور العطريه، غادي نديروا شويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره صافي. عندي شويه فحال كندير هذه العطريه ديال الحوت كتجي زوينه بنينه، كتبعك كمصوبه عند العطار غير شويه صافي. كنخلطوا بحال هكا باش كتجي نسنا بالقامه. هي نخلط على هذا الشكل هذا، المهم كنديروا كريسات على هذا الشكل هذا ونخلوها تبرد. سخونه خاصها تبرد باش كتشد راسها. كنديروها بحال هكا، كنكوروها على هذا الشكل وكن الجنب. الا كورتيها وشتي الجنب تشقوا كتولي تصايبهم بحال هكا بيدك كتشديهم على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نخليها تبرد حتى تبرد، عاد ندوز نوريكم الطريقه اللي غادي الاضافه اللي غنزيد عليها جديده اللي ما كتحلش في المقله. البنات ها هو السردين طحنته على هذا الشكل هذا في ديك الروبو. غادي ندير له معدنوس قزبر وواحد المزيوده مطحونه. العطريه اللي درت المعقوده هي اللي عندي هنايا، معدنوس قزبر وديك المزيوده حره. ها هما كنديروا الربع
نديرو الثومه ونخلي شويه ديال الطاجين، غنديرو شويه البصله. البصله هي اللي كتحيد الزفره ديالو، البصله هي اللي كتحيد الزفره، كتولي على الطريقه ديال كيجي بحال الطريقه ديال اللحم وعطريه بهذا الشكل. حيت دابا السردين ديال دابا كيكون ميدم، ما درتوش هنا الشحمه، بلا ما ديرو الشحمه بحال دابا فحال البارد كيكون السردين ماشي ميدم، ودابا ميدم بلا ما ديرلو الشحمه. كنديرو شويه ديال الكمون بحال هكا، كنديرو معلقه ديال التحميره، كنديرو شويه ديال البزار صافي، والمليحه عندي فيها المليحه. وغادي نديرلو شويه ديال العطريه ديال الحوت، هادي كتبع مصوبه هكا زوينه، كتجي مع لاصوص وكتجي حتى مع الحوت بحال هكا صافي. غادي نخلطو كلشي مع بعضياتو، غادي طريفة البصله بقى، انا غندير يدي، انا عزيز عليا نشقل يدي باش كدخلي كلشي مكونات في الحاجه، يدي من نقيه. البنات غادي نديرهم كريسات بحال هكا في الطاوه، فرشت لهم الكاري ديال الطياب على هكا، غادي نقسمها موسى ندخلو الفران وموسى نديرو معاكم طويجن، وتشوفوا الطريقه ديال الطاجين اللي كندير انايا. هانتوما البنات ديال المعقوده اللي غادي نديرو ان شاء الله، عندي بيضه تبارك الله فيها جوج، عندي معلقه ديال الفرص، وعندي طانون طبيعي هذا مسوس على هذا الشكل، هذا هو السر ديال المعقوده الجديد. غادي نخلطها في الفرشة، زين نسجمو كلش مع بعضياتهم صافي، وغادي نوليو نغمسو فيها ونقليو، والزيت تكون المقلة سخو، الزيت سخونة تكون الزيت كافية في المقلة. غنقعدها بحال هاد الشكل هكا، كنديرو خلطة على هاد الشكل هدا صافي، كنديرو شوية التحميرة باش كتعطيك ديك اللون، وبغيتي شي تخليها غير بحال هكا، وكدير شوية المليحة صافي، حيت البطاطا عندنا كل اللي قام كله فيها غير باش تعطيك ديك اللون صافي. البنات انا ندير معكم الطريقه ديال الطاجين، كنديروا شويه ديال الزيت على هذا الشكل هذا، كنديروا شويه ديال المعدنوس قزبور ديك المزيوده اللي باقينا، مثلا درت ربع بكثره على هذا الشكل هذا، ندير شويه ديال الثومه اي واحد الطاس هو اللي بقى لي هنا كثره، نديروه نديروا البصله، البصله هي اللي كتعطينا ديك البنه ديال اللحم، كتلف ديك الطيبه ديال السردين على هاد الشكل هذا صافي. وغندير العطريه، ندير شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، ندير شويه ديال البصل صافي. وغادي نشعلو خليه ديك البصله اللي قامه حتى تقلى، تشحر ديك البصله اللي قامه كلها، عاد كنزيدو لاصوص مطيشه. ونسيت ما درت شويه العطريه ديال الحوت، حتى هي كتجي بنينه صافي. غادي نخليو حتى تقلى السير ديالها باش كتجي زوينه، هي كتقلي هاد البصله بحال هكا والربع باش ما كتبقاش مقزه، عاد كنديرو مطيشه. الا كانت عندك البصله بحال هكا وتخوي عليها مطيشه كتقرزط، ما كتشحرش، كتبقى قصحه البصله، وكتعطي واحد البنه زوينه ما كتشحر بحال هكا مع الاقامه صافي. هادو انا درتهم كريسات على الشكل هذا، غادي نخليهم على نشعل الفران وندخلهم الفران وندوزو لاصوص ان شاء الله. انتم معايا انتم البنات، هي تقلات البصله معانا وديك العطريه كيتقلات على شي واحد الريحه طالعه من ما شهيتكم هذا. دابا نديرو لاصوص مطيشه، ها هي عاد كنديرو لاصوص مطيشه، درت شويه مطيشه وواحد المعلقه ديال الحك على هاد الشكل هذا هاكا، عرفتي صدقوني كي كتجي هاد لاصوص، كنقولكمش واحد البنات كتجي فيها
اللي كتقليو هكا لي قامه والبصله وداكشي. صافي غادي نزف ليها الحوت، نخلطو ديك مطيشه بحال هكا مع العطريه، مطيشه بمعلقه ديال الحك على هاد الشكل هذا. صافي غادي نزفو بحال هكا كوور الشكل هذا. صافي ونغطيوها ونخليوها هي يطيب على خاطرو. ما كيطيبش ربع ساعة هو واجد طرية، كفتة السردندرية كتوجد. هاكا صافي، باش ندوز معاكم نديرو المعقودة، كلو المعقودة على هاد الشكل. نغطيوها مزيان، كنشدو عليها هكا بسم الله، كنغمسوها بحال هكا. هانتوما كنغمسو على هاد الشكل هذا، كنصب فرشي هكا على هاد الشكل هذا. غادي نحطها في الزيت، شتي، كنغمسوها بحال هكا بحال هكا، نقطرو واحد الشويه. الزيت تكون الزيت شويه زايده في المقله، البطاطا تكون بردت بس ما تكونش سخونه، هي تمعسوها تكون سخونه. البنات ها هو الغدا اللي وجدت معكم اليوم، طويجن ديال الكفته ديال السردين على طريقه كتجي البنه ديال اللحم. ها هي المعقوده اللي درت معكم، معقوده اللي عمرها ما نجحت معها المعقوده، غادي تنجح ان شاء الله مع المعقوده. كتجي مشربه الزيت وكتجي زوينه رطبه وهشيشه، بديك دانون مسوس وديك معلقه ديال الطحين مع البيض وكنقلوها، ما كتحل ما والو. شوفي كي كتجي، كتجي رطبه غزاله. وهذا السردين اللي درت معكم حتى هو مشوي في الفرن، كيجي حتى هو غير المذاق ديال اللحم، ديك البصيله اللي كنديروا الربع اللي هو القمه اللي مخلطه. ها انتم شاركت معكم هذايا اليوم، تجربوا هادشي بالصحه والراحه، ما تنساوش تبارطاجيو معنا.